السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، أهلا دكتورة. طيب، السلام عليكم طلاب معي. وعليكم السلام، معك دكتورة. طيب، احنا رح نبدا المحاضره هلا اللي هي الجزء الثالث من الفيزيكال اند كيميكال انجريز تو ذا اورال تيشوز، ورح نبلش ب مجموعه فيزيكال انجريز او فيزيكال اند كيميكال انجريز، ونحكي عن الامالجام تاتو اند سم لوكالايزد اكسوجينس بيجمنتيشنز ذات كان بي بريزنت ان ذا اورال ميوكوزا. بداية الأمالغام تاتو، تاتو هو بده يكون عبارة عن foreign body introduced into أو under the oral mucosa. هو foreign material نوضعت بشكل أو بآخر بالoral mucosa وبالsubmucosa، فهو يعني فبتعطينا الشكل إنه في عنا different أو يعني foreign material present in abnormal location. المثال اللي عم نحكي عنه هو الأمالغام تاتو اللي هو implantation of dental amalgam. The most common material اللي بيصير لها implantation هي الأمالغام، واللي بتعطينا لون واضح اللي هو زي اللون الجراي black to gray. فالأمالغام tattoo يعني اللي هو implantation of amalgam within the oral mucosa عادة بيصير ب areas of previous mucosal abrasion، يعني أماكن ضعف موجودة بالميوكوزا فيها جروح، فيها تقطع، فيها يعني abrasions وcuts، تدخل منها الأمالغام fragments easily وبتعمل implantation وبتضلها موجودة هناك. ممكن كمان extraction sites, opened extraction sites ممكن يكون في يصير فيها easy implantation of amalgam fragments. ممكن من خلال استخدام dental flossing إنه نعمل enforcement of the amalgam into the gingiva أو in the gingival sulcus while using the dental floss. ممكن من خلال استخدام retrofilling procedures بالendodontic treatment إنهم بيعملوا abiscectomy وبيعملوا هناك retrograde amalgam filling while they are undergoing this procedure. فممكن إنه amalgam fragments get spread in the preapical area وتعمل amalgam tattoo within the connective tissue أو الجنجيفال اللي surrounding the apex. ممكن كمان إنه بس مجرد استخدام high speed air turbine اللي هي 2-in-1 اللي هي water مع air بيكون strong enough إنه هو to force الأمالغام fragments إنها تدخل تحت within the mucosa. إذا من وين بتيجي الأمالغام؟ تيجي من عدة أماكن بعدة طرق كيف بتدخل به الأورال ميوكوزا. هذا مثال عنا هون palatal mucosa كيف فيها black to gray pigmentation surrounding the cervical region of porcelain fused to metal crown. فممكن يكون هذا الإشي عبارة عن dust من المتل، أو عملوا preparation للأبطمنت، كان في amalgam filling كبيرة مثلاً زبطوها عملوا لها preparation فصار implantation للmetallic dust within the mucosa. طبعاً مش دائماً بيكون well defined لأنه الماكروفاج رح تيجي وتحمل fragments الفاين fragments وتمشي فيها وترجع فيها وتتحرك، فلما تتحرك الماكروفاج بصير margins ill defined وهذي زي ما إحنا شايفين هون. هاي الصورة الثانية اللي على اليمين floor of the mouth blue to black أو يعني gray to black pigmented lesion، جنبه في bridge وشكله البريدج في metal وporcelain، ف most likely هذا بيكون عبارة عن foreign material. إذا شكينا وحدة قال لي لا دكتورة يمكن ما يكون، يمكن يكون malignant tumor، يمكن يكون melanoma، بحكي له صح. إذا بهاي الحالة على طول بنطلب بيوبسي، لما نشك ما نكون واثقين بنطلب البيوبسي. الصورة اللي على اليمين endodontic related amalgam implantation، هنا بيكونوا عملوا flap، عملوا incision وفتحوا على الأبيكس تبعت الروت وعملوا لها retrograde amalgam filling. خلال هاي البروسيجر انتشرت fragments of amalgam وعملت هذا discoloration اللي احنا شايفينه. الصورة اللي على اليسار floss related amalgam implantation، شايفين ماشية مع الفلوس، pigmentation كله ماشي مع الفلوس، فهو هاي الامالجام powder أو دست هي صار لها implantation بسبب الفلوس ومشيت معه بنفس الشكل تقريبا.
ممكن يكون في عند مرات تروما من البنسل، في ناس عندهم عادي بحطوا البنسل بمسكوه بين الأسنان، فممكن تروما من البنسل جرافايت تعمل بيجمنتيشن. وممكن حتى انتنشنال تاتو، في ناس عندهم بالسبيشال يعني الأفريكان عندهم إنه الفيميلز لازم يعملوا بلاك تاتو بالجنجبة، ف بيكون في البيجمنتيشن انتنشنال ولا لأي سبب من الأسباب اللي حكيناهم. الكلينيكال فيتشرز إذا بيكون إما ويل ديفايند ماكيول أو بلاك، أو بيكون ال ديفايند أو ديفيوز، لأنه زي ما قلنا الماكروفاج والإنفلاماتوري إنفلتريت رح يساعد بالسبريد تبع الماتيريال. هلا أي مكان بالأورال ميكوزا ممكن يكون أفكتد، جنجيفا، ألفيلار ميكوزا، بكال ميكوزا، فلور أوف ذا ماوث، حسب مكان التاتو أو الفورين ماتيريال أو الطريقة اللي صار لها إمبلانتيشن فيها. حتى زي ما حكينا الإكستراكشن سوكيت كمان ممكن تكون إنفولد، والمارجنز مش دائما ويل ديفاين. بينما الميلانوتيك ماكيول أخذناها على أو أخذتوها أنتوا بالديفلوبمنتال تشينجز على اللور ليبيال ميكوزا مثلا أو على اللور فيرميليون بوردر، ممكن تكون very well defined عادة الميلانوتيك ماكيول. ارجعوا للديفلوبمنتال تشينجز شوفوا شو الديفلوبمنتال أو الأورال ميلانوتيك ماكيول. إذا قلنا اللاترال سبريد ممكن يظلوا لعدة أشهر بعد الإمبلانتيشن وهو بيزيد وبنتشر وبنتشر أكتر وأكتر. الانتنشنال تاتو بشايفين الفاشيال جنجيفا الأبر كيف كلها ماخد لون دارك بلو تو بلاك، هاي الإيست أفريكان كونتريز الإثيوبيا وأريتيريا، هدول بيخلوا الفيميلز يعملوا الانتنشنال تاتو بالجنجيفا. راديوغرافيكلي إذا كان التاتو بسبب أملغم أو ميتال فإحنا منشوفه بالراديوغراف، احتمال نشوفه يعني حسب الموقع وحسب إنه يعني منقدر نطلعه بالراديوغراف أو لا، بس مش إذا ما لقينا بالراديوغراف we did not find any radio opaque ميتاليك ماتيريال معناته نحكي هذا مش أملغم تاتو. هي يعني عدم وجوده does not exclude، بس هي ممكن يظهر معنا. لما when the metallic fragments are visible radiographically بيكون عادة clinically discoloration منتشر أكتر من حجم الميتاليك fragments. شوفوا الأرو هون pointing على إشي صغير كتير يمكن 2 مليمتر، بينما منطلع كلينيكلي منشوف في عندي تقريبا 4-5 مليمتر، فهو الراديوغرافيكلي بيكون أصغر من الكلينيكال بريزنتيشن. مايكروسكوبيكلي بشوف فراجمنتس اوف بيجمنتد ماتيريال موجوده بالكونكتيف تيشو، موجوده بالريتيكولين فايبرز، سبيشالي ذوز اراوند بلاد فيزل. هاي بلاد فيزل عندي هون على اليمين شايفينه، وهون حواليه في فاين فراجمنتس، وهون في عندي نيرف شكله هيهم ويفي نيوكلياي، فأنا شايفة هون في عنا نيرف، وحوالين النيرف برضو في بيجمنتد فراجمنتس أو غرانيولز، فممكن بحب هاي الأماكن أكثر إشي to encircle the nerves and the vascular channels. وبعدين حسب السايز حسب حجم الفورين ماتيريال بيكون الـ response of the connective tissue. إذا كانت الفورين ماتيريال سمول وفراجمنتس بتيجي الماكروفاجز ومالتي نيوكلييتد جيرم سيلز بتحاول تحاربها. إذا كانت الفراجمنتس لارج بعد اللي بيصير إنه it becomes surrounded by dense fibrous connective tissue with mild inflammation، اللي بيحيطها هو dense fibrous connective tissue للارج فراجمنتس، أما الفاين فراجمنتس لا بيجي لها الانفلاماتوري ريسبونس. هون في عندنا large و small fragments، وفي عندي هون الأرو الفوقاني أول واحد فوق هو في عندي multinucleated giant cell، cell كبيرة cytoplasm واحد لكن فيها عدة nuclei multinucleated giant cell. graphite tattoo black particulate foreign material with fibrosis، كل هذا الفايبرز اللي على اليمين عم نطلع عليهم وعلى اليسار نفس الصورة، هي dense fibers أو fibrosis، كله هذا بحاول to encircle the graphite tattoo.
No treatment is required إلا إذا أنتوا شاكين إنها قد تكون إشي more serious، فنطلب إنه يكون في عنا نعمل بيوبسي إذا شكينا بميلانوما مثلاً. نوع تاني من أسباب الميلانوسيز واللي هي بسبب نوع معين من الإنسلت للأورال كافيتي. الإنسلت اللي هون إجا للأورال كافيتي هو السموكينج. إحنا بالتوبيك اللي قبله الأمالجام تاتو هو نوع من أنواع الإنجوري صار للأورال ميوكوزا بسبب إنه فورين ماتيريال got introduced into the oral mucosa. يعني إحنا بعدنا تحت عنوان التشابتر Physical and Chemical Injuries to the Oral Mucosa. هلا السموكينج في له تأثير بعدة طرق، أهم طريقة بيأثر فيها على الأورال كافيتي هي الهيت. بالأورال كافيتي إحنا اللي بيشتغل عندنا بالأول الهيت، فالهيت بتخلي الجسم يعمل رد فعل، ممكن يعمل رد فعل بزيادة اللوكوإديما والوايت ميمبرين، ممكن يعمل رد فعل بزيادة الميلانوسيز عشان يحمي الأورال ميوكوزا. فالجسم بحاول يكتر من السكريشنز أو البرودكشن أوف ميلانين بيجمنتيشن، فهو ميلانين برودكشن بسبب التروما من السموكينج، فهذا الميلانين برودكشن هو بروتكتيف ريسبونس ضد الهيت وضد الهارمفول سبستانسز ان ذا توباكو سموك. اللي في عندنا شيء مش عارفه اخذته مع الدكتوره هدى او لا، اللي هو اسمه نيكوتين ستوماتايتس، هو انه البالاتال ميوكوزا بيكون فيها الماينر سليفري جلاندز اوريفيسز بتصير دايليتد وريد. هذيك بتكون رد فعل للهيت لحراره السموكينج الموجهه على السوفت بالات. في عنا رد فعل كمان حكينا للكيميكال سبستانسز والهارمفول سبستانسز اللي بالتوباكو، ممكن تزيد لنا مع الهيت تزيد ريسبونس تعمل ميلانوسيز وتعمل لوكوإديما وتعمل أشياء تانية كرد فعل. الريفيرس سموكرز اللي بيمسكوا السيجارة بالعكس بيخلوا الليت اند اوف ذا سيجارت انسايد ذا ماوث، بيكون في عندهم هيفي ميلانين بيجمنتيشن على البلات، المكان اللي متوجه عليه الهيت والبرودكتس اوف بيرنينج تبعت السيجاريت. فهذا شيء يعني من البروتكتيف ميجرز اللي بيعملها الجسم اجينست التروما. هذا الميلانوسيس حسب نوع التدخين، اذا كان المدخن سيجاريت سموكر اكثر شيء بتكون على الانتيريور فيشيال جينجيفا سواء كانت الابر او اللور، اتجاه الهيت والكيميكالز والبرودكتس وين بيكون مركز اكثر شيء بصير الميلانين برودكشن اكثر شيء. هلا اذا حكينا كيف نميز بينها وبين الديفلوبمنتال او الريشيال بيجمنتيشن، ريشيال بيجمنتيشن بيكون مور ديفيوز على الجنجيفا الابر واللور، كله منتشر عليها بشكل ديفيوز، بينما السموكر ميلانوسيس بيكون موجود بمكان اكثر من مكان حسب اتجاه السيجاره او السيجارت اند. ريفيرس سموكرز بيكون البلت اكثر، والبايب سموكرز بيكون اكثر شيء على الكوميشر والبكة الميوكوزا. طيب هون بيحكوا انه بالاول سنه بس هو بزيد فيها كثير البيجمنتيشن، بعدين ببلش خلص يصير تدريجيا بزيد اكثر. يعني زياده حاده بتكون للمدخنين باول سنه من التدخين، عند الفيميلز بتزيد البيجمنتيشن بسبب انه في عنا في يعني الهرمونز الفيميل هرمونز بيزيدوا الايفكت اوف ميلانين برودكشن. شوفوا كيف الصوره اللي تحت انه البيجمنتيشن لوكالايزد تو وان سايد اللي هو الابر ليفت اوف ذا بيشنت لانه اتجاه السيجاره بيكون لهناك، اما الريشيال بيكون ديفيوزلي سبريد على كل الابر واللور ميوكوزا. مايكروسكوبيكلي بيكون increase melanin pigmentation بالبيزل layer of the epithelium، بدل ما تكون الميلانين يعني كميتها طبيعية اللي هي بتكون melanocyte production. تعرفوا احنا كل 12 سيل بيطلع كل 12 epithelial cell تقريبا بالبيزل layer بنلاقي واحدة melanocyte، هنا بيصير production زيادة لدرجة انه الميلانين اللي بتطلعوا الميلانوسايت بنتشر على كل البيزل layer. ومش بس هيك، انا بصير فائض عن الطاقه الاستيعابيه للبيزل لاير، فبنزل تحت بالكونكتيف تيشو، فبنسميه ميلانين انكونتيننس، ميلانين انكونتيننس، فبنزل تحت بالكونكتيف
تيشو وبصير وبتيجي الماكروفاجز وبصير تعمل انجلفمنت لهذا الميلانين، فرح نلاقي بنسميها ميلانوفاج. لما الماكروفاج تحمل الميلانين اللي بروديوست الزيادة بنسميها ميلانوفاج وقتها. فإذا الفكرة إنه هو بس مش زيادة بعدد الميلانوسايت، هو زيادة بالبرودكشن أوف ميلانين بيجمنت لدرجة إنه بزيد وبصير في عندنا ميلانين إنكونتيننس وبنزل على الأندرلاين كونكتيف تيشو. كيف نعالج الموضوع؟ بدنا نحكي للمدخن بدك توقف التدخين، بدك 3 سنين ل يعني تنسى الموضوع لثلاث سنين لحد ما تخف الميلانين بيجمنتيشن من المنطقة. يمكن هلا في طرق تانية لعلاجه بس إنه يعني ما بيروح بسرعة بيوم وليلة، بده سنوات. وإذا إحنا شكينا إنه هذا البيجمنتيشن قد يكون إشي مور سيريس مثل الميلانوما اللي هي مالجرانت تيومر أو ميلانوسايد، بطلب البيوبسي. أي إشي unusual, serious location, high risk location, unusual clinical changes، بطلب البيوبسي. هلا بدنا نشوف ال drug related discoloration. برضو الأورال ميوكوزا إجاها سبب خارجي خلاها إنها تتغير. هذا السبب هو ال drugs. في بعض أنواع الميديكيشن بتعمل pigmentation بالأورال ميوكوزا بطريقتين. الطريقة الأولى إنه الدواء نفسه بيصير له ديبوزيشن بأماكن معينة بالأورال ميوكوزا، والطريقة الثانية إنه نفس الدواء بخلي الميلانين برودكشن يزيد. فإذا إما إحنا الدرج ميتابولايت صار لها ديبوزيشن بالأورال ميوكوزا أو بالألفيولار بون أو بأي تيشو من الأورال ميوكوزا أو سب ميوكوزا، أو إنه زاد لنا الميلانين production by melanocytes، صار له extra stimulation by the medications. فطريقتين mechanism of action بطريقتين. وفي بعض الأدوية أصلاً كمان غير إنها deposition بالبون مثلاً بيصير لها oxidation، وبعد الoxidation بتعطينا اللون تبعها. فهاي بترجع للنقطة الثانية اللي هي deposition of drug metabolites. الأدوية اللي بتعمل oral pigmentation من ضمنها المينوسايكلين، anti-malarial medications، استروجين بيستخدمون الناس زي يعني external hormonal method of منع الحمل، وكيموثيرابيوتيك agents والايدز medications. بنذكرين بالايدز لما حكينا بصير عندهم oral pigmentations، مرات بتكون side effect من medication، مرات بتكون مش معروف سببها. فبالكلينيكال فيتشرز البيجمنتيشنز من الميديكيشنز مختلفه، ممكن تطلع اكثر اماكن بتطلع فيها هاي البيجمنتيشن هي الهارت بلات والجنجيفا والسكن. هلا نشوف ناخذ امثله ونطلع اكثر على الاماكن. لو اخذنا المينوسايكلين، المينوسايكلين بعطينا إشي زي دارك جرين بلو جراي discoloration. هذا اللي بيصير انه المينوسايكلين بترسب بالميتابولايتس تبعته بالالفيولار بون ولونها جرين اخضر. ايش اللي بيصير؟ بيصير لها اوكسيديشن ليتر اون، تتحول لماده لونها بلو جراي. البلو جراي هي اللي بنشوفها من خلال الاورال ميوكوزا، هاي اللي شايفينها بالجنجيفا بلو جراي وبالبلت بلو جراي. فنير دي ميوكوجنجيفال جنكشن راح تشوفوا بلو جراي ديسكولوريشن بسبب المينوسايكلين اللي ترسب بالالفيولار بون وصار له اوكسيديشن وتغير من جرين لبلو. وبالهارت بلت برضه بيكون موجود لونه لايت جراي او بلو جراي ان كلر. اذا بيشنت اجى لعندكم كان الهارت بلت تبعه فيه بلوش ديسكولوريشن زياده عن اللزوم، لانه احنا البلت بنشوفه يعني شوي بلوش على بيل، ما في سب ميوكوزا كتير تعطينا البينكش أبيرنس، بس إذا شفنا إشي زيادة بدنا نسأله، ناخد ديتيلد أكتر ميديكال هيستوري ومنشوف إذا كان عمره استخدم المينوسايكلين أو لا. أنتي مالاريال ميديكيشنز برضو بتعطينا ديسكولوريشن بس بيكون ليميتد تو ذا بالات، مش مثل المينوسايكلين جنجيفا. كمان
الاستروجين احنا بلشنا نشتغل سيستمكلي على الفانكشنز تبع الميلانوسايتس، فبيزيد الميلانوسيس للسكن، بيصير اشي مثل الميلازما، الكلف اللي بيطلع على الجلد يعني بيكون منتشر وديفيوز، وبالاضافه بيطلع كمان على الميوكوزال سيرفيسز. اذا الاستروجين والايدز ميديكيشنز والكيموثيرابيوتيك ايجنتس هذول بيشتغلوا على السكن وعلى الاورال ميوكوزا. مينوسايكلين اسوشييتد بيجمنتيشن، شايفين البالت كيف جراي تو بلاك بيجمنتيشن. تريتمنت ديسكونتينيو الميديكيشنز وبصير له جرادوال فيدينج، لان هاي الاشياء مش على الكبسه، يعني مش بس نكبس بيروح كل الميتابولايت، لا بدها جرادوال عم يشتغل الاميون سيستم والماكروفاجز وتيجي تحمل البرودكتس والبيجمنتس، او الميلانين برودكشن يخف والميلانوفاج تقدر تسيطر على الانكونتيننس اللي صار، فكله بصير له جرادوال فيدينج وذ يعني اوفر ييرز. طيب نحكي عن سبب تاني، تروما بتصير بالأورال كافيتي اللي هي على الألفيولار ريدج من الالفيتينج أو التروما فروم روكينج دينشر، ممكن تؤدي لشغلة اسمها كاترايت ليجن. كاترايت ليجن هو أوسيوس أند كوندروميتس ميتابليجيا. يعني المفروض أنا عندي الفايبروبلاست طلع لي فايبرس تيشو أو كولاجين، مش المفروض السيلز هاي الموجودة عندي بالألفيولار ميوكوزا تطلع لي بون وكارتلج وتعمله كتلة وتخليه موجود بالجنجيفا. فهو صار في ميتابليجيا، تغيرت نوع الخلايا والباي برودكت تبعها بسبب التروما من الدنشر. فهذا الكاترايت تيومر أو كاترايت ليجن، مش تيومر هو ليجن، بيكون أكثر إشي بالبوستيريور مانديبل بسبب الالفيتينج دنتشر، اكستريملي تندر، يعني ممكن يكون في انلارجمنت، ممكن يوصل لحجم معين ويضل ثابت بس. وبيكون هدول المرضى عادة عندهم اكستريم أو اكستنسيف اتروفي بالمانديبلر الفيولار ريدج، وهي السبب اللي خلت الدنتشر يكون كتير الفيتينج. لما يكون الليجن بينفول كتير الكلينيشن يعني عادة بيعمل له بيوبسي. لما نعمل بيوبسي بنروح بنشوف على الميكروسكوب كارتليج وبون توجذر، شايفين كيف هاي الاريا اللي على اليمين كيف الباك جراوند بيكون يعني كارتليجينس بيل بلو هوموجينس جلاسي، والكوندروسايت لايك سيلز محاطة بهيلو فراغ حواليها، هاي بتشبه أكثر الكارتليج. نروح على اليسار منلاقي إنه الماتريكس يوسينوفيليك كتير ديب بينك، فهاد بيكون أقرب للبون أو الأوسيس، فأنا عندي أوسيس and كوندروميتس تيشو. تريتمنت بدنا نعدل السبب، مانديبولار ريدج بده ريكونتورينج مثلا، يعني نعالج السبب عشان ونعمله سيرجيكال ريموفل للكاترايت ليجن. لكن إذا ما عالجنا السبب راح يضل الليجن يرجع مرة تانية وتضلها الميتابليجيا ترجع للمريض. Another condition إشي اسمه spontaneous sequestration أو traumatic sequestration. هلأ في عنا باللينجوال aspect of the mandibular teeth في عنا المايلوهايويد ريدج، وهو بيكون عادة covered بالinclination of the mandibular teeth تحمي وبتحمي من التروما والالسريشن. لكن مرات بصير لسبب أو لآخر بتيجي التروما بتخلي إنه الميوكوزا to be lost فوق البون. هلأ المنطقة هاي جايها لblood supply من الميوكوزا. الميوكوزا والبيريوستيوم هي من أحد مصادر blood supply للunderlying bone. فشو اللي بيصير؟ بتروح الميوكوزا والبيريوستيوم، بيصير البون اكسبوزد جراجولي، بيصير في عنده نيكروسيس وسيكوستروم. هي شو السيكوستروم؟ هي نون فايتال بيس اوف بون ذات از سيبريتد فروم ذا سراوندينج بون، خلص بتنفصل عنها، هي بيصير نون فايتال، يعني لما اطلع على الميكروسكوب ما بشوف خلايا جوا اللاكيوني،
ما بشوف osteocytes بتختفي، فبصير sequestration وبصير loss لل part of the bone. أكتر إشي بصير مش بس على يعني كلياتنا عندنا المايلوهايويد ريدج، بس ما بصير لنا sequestration، بده يكون أماكن more prominence، إشي زايد عن الطبيعي. عادة بده يكون الإكسوستوسيز mandibular exostosis باللينجوال سيرفيس اوف ذا بلاد سبلاي، او انه بيكون المولرز ميسنج او اكستراكتد، لانه المولرز عاده هي بتحمي المايلوهايويد ريدج. اذا راحت المولرز بتخف الحمايه، او اذا كان المايلوهايويد ريدج في عنده يعني مور بروميننس او مانديبولار توراي عند البالاتال توراي، اي شيء اكسترا يعني اكسترا بروميننس له زيادة عن الطبيعي، بيكون عرضة أكتر للتروما، عرضة للألسريشن والإنفكشن والكات أو بلد سبلاي أو ديكريز إن بلد سبلاي. فالنتيجة النهائية بتطلع إنه في عنا بوني سيكوستران فورميشن. إذن هي ويل أورجانيزد لاميلر بون، أوكي هو طبيعي، هي وضعه طبيعي يعني البون اللي بنعرفه اللاميلر، لكن ما عندي أوستيوسايتس جوا اللاكيوني، وممكن يكون في عنا بكتيريال كولونيزيشن على هاي الفراجمنت أوف بون. كيف نعالجها؟ النكروتيك piece of bone should be removed وdebridement، وعادة خلص recurrence is not common. إذن dead bone دائما إحنا لازم نشيله، ما إله طريقة تانية للعلاج. أي dead bone أي necrosis بأي مكان خلص بده debridement. طيب نروح للmaxillary sinus ونشوف إيش ممكن يصير عندنا بالماكسيلاري ساينس. مرات من البري أبيكال إنفكشن، بري أبيكال ليجن، بخلي إنه الأكيوميليشن أوف إنفلاماتوري إكسودات والإنفلاماتوري باي برودكت ممكن يكون بالماكسيلاري تيث، يتجمع كل هاي الباي برودكتس وتعمل ريسبونس وتعمل إليفيشن رفع لللايننج أوف ذا ماكسيلاري ساينس. فبرتفع الماكسيلاري ساينس لايننج وبتتجمع تحته الباي برودكت كلها هاي تبعت البري ابيكال انفكشن، وبتعمل شيء اسمه انترال سودوسيست. انا ما عندي سيست هون، انا عندي سودوسيست بهاي الراديوغراف. طيب شوفوا بالراديوغراف كيف في عندنا الماكسيلاري ساينس لونه اسود. اسود ليش؟ لانه فيلد وذ اير. لكن انزلوا على الفلور تبعه بتلاقوا في شيء زي القبه زي الدوم شيبت elevation، وتحته في إشي لونه مش radiolucent، مش أسود كتير، لونه كأنه fluid filled تقريبا. هذا هو الانترال pseudocyst. لما يصير في عندي elevation of the lining of the maxillary sinus due to accumulation of underlying inflammatory byproduct فاسمه antral pseudocyst. في عندنا ليجن تاني اسمه ساينس ميوكوسيل. هلا بحالة الساينس ميوكوسيل، ميوكو من ميوكس، فميوكوسيل زي كأنه كيس عادي، كيس كامل مليان ميوكس. بهاي الحالة بالساينس ميوكوسيل بيكون في عندي ميوكس is completely surrounded by sinus epithelium. ولما بما أنه صار في عندي كيس كامل مغلق معناته رح يصير في عندي enlargement لهذا الميوكوسيل، ورح يصير يعمل pressure laterally على كل جوانب الميوكوسيل itself وكمان على جوانب الماكسيلاري ساينس. النتيجة رح يصير في عندي erosion للبون، وممكن حتى نفكره malignant lesion عم بيدمر وعم بيعمل aggressive behavior وبيعمل destruction of the surrounding bone. فالساينس ميوكوسيل ممكن ينتج من إنه إغلاق للأوستيوم، مش إحنا عندنا الماكسيلاري ساينس بيعمل درينج من خلال أوستيوم into the nasal cavity. إذا الأوستيوم هاي سكرت، وهو the most common type of the sinus mucosil، هدول true mucosil مش مثل السودو اللي حكينا عنه قبل شوي. true mucosil إذا إحنا تسكرت عندنا الفتحة تحول الماكسيلاري ساينس كله لكيس، كيس مغلق. فهذا هو الكيس المغلق اللي متخيلين طبعا انتم كيف الماكسيلاري ساينس كله lined by epithelium respiratory epithelium،
إذا سكرنا الفتح وإله فتحة واحدة من جنب، إذا هاي الفتحة تسكرت صار هو كيس مغلق، راح تتجمع فيه الميوكاس برودكتس تبعته، وراح أحيانا يبلش يعمل يعني يزيد البريشر ويعمل aggressive behavior destruction للماكسيلاري بون. هذا هو واحد من التايبس الموجودين. التايب الثاني هو إنه مريض ينعمل له عملية مثلا بالمنطقة الماكسيلاري ساينس ويصير entrapment يعني implantation لشوي من الماكسيلاري ساينس ميوكوزا تدخل بالبون مكان تاني جنب الماكسيلاري ساينس. فهاي respiratory epithelium ممكن ترجع تعمل cyst وتكبر وتعمل radiolucent lesion within the bone، فمنسميها surgical ciliated cyst. surgical لأنه سببها هي surgical treatment للمريض زمان لسبب أو لآخر يعني نعمل له، فصار implantation piece of lining mucosa دخلت البون وبلشت تعمل يعني proliferation وتعمل cyst formation. فليش سميناهم هدول true cysts؟ يعني لأنه بيكون تعريف السيست بنطبق عليهم اللي هو sac lined by epithelium، بينما pseudo cyst ما عندي sac، في عندي elevation of the lining mucosa of the maxillary sinus by inflammatory infiltrate. أما هناك بالpseudo cyst ما عندي الكيس اللي بيكون lined by respiratory epithelium. بالسودوسيست عادة بيكون في عنا odontogenic infection عمل الirritation وعمل الelevation للميوكوزا، بينما هناك حكينا سببين إما obstruction للأوستيوم أو إنه صار implantation. فهاي الانترال سودوسيست وساينس ميوكوسيل، الفرق بينهم السودوسيست هو ولا إشي accumulation of serum تحت اللايننج، بينما الميوكوسيل بيكون عندي epithelium line cystic structure ومفصول هذا cystic structure بعد عن الساينس وول itself، فبيكون filled with mucin. Radiographic features: the pseudocyst بيكون dome-shaped and slightly radio-opaque lesion، بينما sinus mucosal تعطينا cloudy و lesion enlarged إذا بده يعمل thin wall of the maxillary sinus، ومرات بصير erosion وما عندي هذا dome-shaped appearance تبع pseudocyst. شوف الصورة اللي على اليمين، في عندي radiolucent lesion surrounded by radio opaque margin. ممكن أنا أفكر إنه هذا residual cyst أو odontogenic keratocyst، ممكن أفكر عدة أشياء بس من ضمنها كمان surgical ciliated cyst، خصوصا إذا المريض في عنده history of Caldwell lock approach أو operation عملت للmaxillary sinus، فإنه احتمال دخلت الrespiratory epithelium وعملت هذا cyst. بينما الantral pseudocyst بيكون elevation of the floor of the maxillary sinus with underlying relatively نسبيا يعني radio opaque fluid material. الانترال pseudocyst elevation of the respiratory mucosa والunderlying tissue بيكون كلياته serum exudate inflammatory products، بينما الميوكوسيل لا بيكون عبارة عن cystic space lined by epithelium ماشي مع definition تبع cyst و separated from the surrounding bone by connective tissue. هو تعريف cyst أكيد أخذته مع دكتورة هدى، له ثلاث نقاط، إنه عندي cavity وعندي lining epithelium وعندي connective tissue wall عشان أسميه cyst، وطبعا هو pathologic إنه ما يكون طبيعي ونورمال، pathologic هو. سودوسيست منعالج الأسنان اللي سببت هذا الليجن، والساينس ميوكوسيل بدهم سيرجيكال ريموفال إذا كان عندي سيرجيكال سيلياتد سيست، وإذا كان السبب هو أوستيال أوبستركشن بيكون بده علاج عند الإي أم تي. طيب نوع ثالث أو شو ثالث، صرنا بجوز خامس هلأ، من أنواع الترومز اللي بتصيب الأورال كافيتي والأورال and peri-oral tissues هي cervicofacial emphysema. إذا شفتوا هاي الصورة أول شيء بخطر على بالكم cellulitis
سيليولايتس اللي هو أخذته مع دكتورة هدى. هلأ هي مش سيليولايتس، المريضة عملت أوبريشن صح، عملت عملية مباشرة، خلال العملية بلش هذا الإشي يكبر عندها، هذا المنظر يصير عندها موجود. حاولتوا تعملوا بالبيشن للليجن، صار في صوت زي فقاعات الهواء، زي فقاعات، تعرفوا هاي الكياس اللي بحطوها عشان حماية الأشياء الزجاجية والأشياء مخاف تنكسر، كيف لما تضغطوا على الهواء تبعها بيطلع أصوات، بصير هيك زي صوت الهواء، الاير بابلز كلها، فهو السبب انتشار الاير into the subcutaneous tissues من facial بالfacial spaces أو بالface and neck. فبيكون الاير هو forced بقوة دخل من خلال spaces، حتى مرات بوصل للretropharyngeal والmediastinal areas وبيكون serious وقتها. فاستخدامنا مثلا للtwo in one syringe اللي هو راح جزء بتعرفوه هلا صرتوا، انه راح يدخل لنا او الهواء الفورس، يعني ما بدنا نعمل فورس، يعني we don't want to introduce or to force the air within the connective tissue لانه ممكن يتجمع تحت الconnective tissue ينتشر لاماكن more serious ويعمل obstruction. اذا الcompressed air مثلا during surgical extraction of teeth، استخدمنا الكومبريست اير بقوه فدخل الهواء كله وانتشر بالكونكتيف تيشو، او خلال عمليات الاوستيوتوميز والتروماز، فالاكستنسيف يوز للاير او الووتر سيرنجز خلال العمليات الجراحيه ما بدنا نعمل اكستنسيف يوز عشان تو افويد الانفيزيما. خلال اي سيرجيكال بروسيجر لما تكون مفتوحه هاي السبيسز والكونكتيف تيشو بدنا نحاول تو مينيمايز الفورسفول انترودكشن اوف اير انتو ذيز انتو ذا اندرلاينج كونكتيف تيشو. ممكن الاير انترز ذا باروتيد جلاند كمان من الباروتيد داكت، بيعمل انلارجمنت اوف ذا باروتيد جلاند. ممكن يكون هذا الشيء اكسيدنتال او سيلف انديوس او اوكيوبيشنال، مثل اللي بنفخوا يعني بقوه زي الجلاس بلاورز أو اللي بيستخدموا الآلات الموسيقية اللي بدها نفخ كتير، ممكن they can force الهواء إنه يرجع back بالدكت ويطلع ويفوت بالباروتيد جلاند. فنفخ الأشياء اللي بدها قوة يعني مش كتير صحي، لأنه ممكن يرجع الهواء back into the parotid gland، مع إنها stenson duct إلها ربنا معطيها يعني حماية من هذا، من هاي الشغلة، بس تكله البريشر الإضافي بيخلي الهواء يدخل منها وتوصل الباروتيد جلاند. كلينيكلي بدنا نعمل بالبيشن للباروتيد جلاند، بنسمع الكريبيتس صوت فقاعات الهواء، وممكن نضل نعمل لها مساج للباروتيد جلاند انه ينزل لنا السلايفا، بتكون معها الاير فبيكون فروثي فروثي اير فيلد سلايفا وبخف النيومو باروتيد. اذا الانفيزيما بتبلش مباشرة خلال العملية أو بأول ساعات، أول ساعة بعد العملية، لأنه دخلت الهواء وعملت الانلارجمنت. عادة ما بتكون painful، ممكن later on يصير secondary inflammation وإديمة وبتزيد الانلارجمنت. البين ما بيكون موجود عادة، ممكن mild fever ممكن لا. لازم نكون دقيقين نفرق بين الانفيزيما والانجيوئديما. الانجيوئديما بتكون زي نوع من الالرجيك رياكشن وممكن يكون سيريس للمريض، فاحنا بدنا نعرف هاي انجيوئديما ولا هاي انفيزيما. اهم شيء بيساعدنا الكريبيتس اللي صوت الهواء اللي بيتحرك لما نعمل بريشر ومساج او بالبيشن للاريا. التريتمنت صح هو مش انفكشن بس بعطوه برود سبيكتروم انتي بايوتيك، وعادة الجسم بتخلص من الاكسترا اير ذات انتر ذا كونكتيف تيشو within 2 to 5 days period. بعطوا الانتيبيوتيك تو افويد السكندري انفكشن والسيليولايتس وانتشارها بالبادي سبيسز وكافيتيز. بالنسبه للنوموباروتيد بدنا نعرف السبب ونعالج السبب، ما بدنا انه يكون في عنا يعني اكستنسيف بلوينج وذ بريشر.
والعلاج طبعا زي ما حكينا مساجينج افكت، ونعطيهم انتيبيوتيك تو افويد سكندري انفكشن، بدنا نعطي مريض النيومو باروتيد اللي بهمنا احنا اكثر يمكن نتعامل معهم اكثر، انه بنعمل لهم مساج وانتيبيوتيك، ونقول لهم انه زيد الانتيك اوف فلويد عشان نزيد برودكشن اوف سلايفا. كمان ممكن نعطيهم يعني اشياء بتحفز انتاج السلايفا وكمادات دافيه، بدنا الباروتيد تشتغل منيح عشان تطلع كل الهواء اللي دخل من خلال السلايفا ينزل مع السلايفا. وهلا اعتقد الموضوع اللي قبل الاخير هو مايوسفيريولوسيز. المايوسفيريولوسيز ممكن نفكر الموضوع هذا عنوان لإشي ديب فانجل انفكشن، زايجومايكوسيز، ميوكرمايكوسيز. الإشي الجواب إنه لا، هذا مش ديب فانجل انفكشن. مايوسفيريولوسيز هو تيرم استخدم لأنه مايكروسكوبيكلي كان بيشبه الفانجل انفكشن، بس هو طلع لا، موضوع تاني مختلف تماما. اللي بيصير هون إنه خلال الإكستراكشن ممكن ينحط يستخدموا بتروليوم جيلي أو أنتيبيوتيك يحطوه على بيز معينة ويحطوه بالإكستراكشن سايت، فبيروح هذا المادة اللي فيها بتروليوم جيلي أو البيز المستخدمة بتروليوم بيز بتروح تعمل فورين بادي رياكشن. هذا الفورين بادي رياكشن الجسم عمله ضدها بيشبه مايكروسكوبيكلي أنواع من الديب فانجل انفكشنز بسموه مايوسفيريولوسيز. إذن هو مش ديب فانجل انفكشن، هو رد فعل لفورين ماتيريال دخلت الاكستراكشن سايت. مايكروسكوبيكلي اتجمعت الماتيريال، صار في عنا تيشو انتر اكشن بين جسمنا وبين هاي الماده اللي فيها بتروليوم بيز، فصارت النتيجه دنس كولاجينس تيشو ميكست مع جرانيولوماتس. لما نحكي جرانيولوماتس يعني مالتي نيوكليتد جاينت سيلز او هيستيوسايتس وماكروفاجز او الاثنين مع بعض، بينما جرانيوليشن تيشو هو التيشو اللي بصير مكان اي انجري المعروف اللي هو young fibroblast, young blood vessels مع mixed مع inflammatory infiltrate. أما هون granulomatous إجا يعني foreign body reaction، بدنا نقاوم البتروليوم، بدنا نحاول نخليه localized ونحيطه، الجسم بده يحاصره ويحيطه بمكان واحد، فبصير الفايبروسيس بيزيد، multinucleated giant cells بتزيد وبتحاول to localize هاي الماتيريال. لأنها بيّنت زي إذا متذكرين الديب فانجل انفكشن كيف كان عبارة عن دوائر بأحجام مختلفة، فبينت البتروليوم ماتيريال مثل الفانجل انفكشن فسموه مايو سفيريولوسيز، وهي سفيرز، هي عبارة عن دوائر. سبب السفيريولز هدول الموجودين عبارة عن ريد بلد سيلز، ولكنها تأثرت وتغيرت بسبب الميديكيشن اللي دخل. والهيموغلوبين لما يصير له ديجريديشن بعطينا، بتعرفوا كيف تدرجات الالوان بيطلع الهيموسيدرين، فبعطينا براون وبلاك بيجمنتيشن، هذا اللي انتم شايفينه بالصوره، اللي هي الدوائر هاي عباره عن ار بي سيز altered by the medication والانيوجوال دارك discoloration due to the destruction of hemoglobin. treatment surgical removal للفورين ماتيريال الموجوده والاسوشيتد تيشو رياكشن، وما بدهم انتي مايكروبيال ايجنتس. واخر موضوع اليوم اللي هو الفيلرز والكوزموتيك ماتيريال، انواع الفيلرز المستخدمه حاليا بالتجميل او بعلاج بعض العيوب، خلينا نحكي بتحتوي هي نوعين عاده، نون بيرمننت وبيرمننت فيلرز. النون بيرمننت زي الهايلورونيك اسيد اللي بيشبه الهايلورونيك اسيد اللي كان اللي موجود اصلا عندنا بالجسم، وهو بيصير له بايو ديجريديشن اوفر سيفرال مانث حسب نوعه. وفي عندنا بيرمننت فيلرز مثل السيليكون ومثل مواد تانية. هاي البيرمننت فيلرز عادة بيصير حواليها فايبرس تيشو فورميشن وجرانيولوماتس تيشو فورميشن وفورين بادي رياكشن. طبعا الامريكان اكاديمي للاورال ماكسيلوفيشال باثولوجي عملت زي اطلس او كتالوج للتيشو رياكشن، اي تيشو رياكشن بنشوفه بنقدر نعرف شو الماتيريال اللي عملت هذا التيشو رياكشن. الماتيريالز بتختلف عن بعض بانواع التيشو رياكشنز تبعتها. السيغنيفيكانت بالموضوع انه مرات بيجي لنا مريض ما بنكون عارفين شو هذا الليجن اللي طالع له، شيء غريب عجيب، مثل هاي الكوليكشن الموجود هون بالسلكس ليبيال سلكس، فتيومر لايك تيومر لايك نوديول
موجودة مثلا باللب بالانتيرير بكر الميكوزا بالمانديبلر سلكس. ممكن يكون هذا هيدروكسي ابيتايت فيلر عمل لنا كلاستر اوف فورين ماتيريال، وعلى الراديوغراف يبين راديو اوبيك لانه هيدروكسي ابيتايت في كالسيوم في مينرالز. ممكن نكتشفه من خلال البانوراميك راديوغراف. من الكوزموتيك فيلرز رياكشنز انه بيصير عند المريض بروزنج ريثيما اتشينج بين وانفكشنز. وممكن يكون اشياء سيفير زي الالرجيك ريسبونس انافيلاكسيز واشياء تانية حسب المكان اللي صار فيه الانجكشن اذا اثر على نيرف او لا. ممكن يكون سايد افكت تبعه اكبر. مايكروسكوبيكلي بدي اشوف انا بولز اوف فورين ماتيريال حسب نوعها. ممكن تكون هي بيزوفيليك surrounded by dense band of collagen وفيها كمان foreign body reaction. أما البيرمننت ماتيريال بتكون أكتر عندها fibrosis وgranulomatous inflammation وcollagen formation. فالfeatures variable بس إحنا اللي بنكتشفه foreign body reaction. هاي في عنا هون الهيدروكسي أبيتايت ماتيريال فيلر. شوفوا كيف surrounded by هاي اللي عندي الأرو هلأ ملتي نيوكليات الجاينت سيل جاي تهاجم هذه الفورين ماتيريال اللي صارت injected into the underlying يعني بمكان مش مكانها. فممكن يصير رد فعل هو granulomatous inflammation ملتي نيوكليات الجاينت سيل وفايبروسيز وكلينيكلي بتبين مثل الكتل مثل التيومر. أنواع تانية من الفيلرز أنا وظيفتي يعني بالميكروسكوبيك إكزامينيشن بحكي لهم إنه في عندي فورين بادي رياكشن. والحالات طبعاً كثرت هالأيام. بيجي بيوبسي من اللور ليب، في عند المريض لور ليب إنلارجمنت مثلاً بيكون بيجيبوا لنا البيوبسي بتكون عبارة عن فورين بادي رياكشن ملتي نيوكليات الجاينت سيل سراوندينج سيرتن ماتيريال. مرات ما بتكون الماتيريال واضحة بس بيكون فورين بادي رياكشن. يعني الفكرة من هدول الصور إنه بدي تشوفوا كيف في عندنا foreign material مجمعة على شكل circles, spheres بأشكال مختلفة وعندي multinucleated giant cells. فأنا بشخص إنه foreign body reaction. treatment بدهم مرات بيستخدموا surgery، مرات بيستخدموا intralesional injection بستيرويد، مرات systemic corticosteroid، مرات حتى بيعملوا injection ب other medications مثل clindamycin minocycline antibiotics. وهذا الماتيريال injected locally fluorouracil ممكن تستخدم. هيك بنكون كملنا مجموعة أنواع تشكيلة مختلفة من الكيميكال وفيزيكال traumas and injuries to the oral mucosa على ثلاث محاضرات. وإذا في سؤال برضو بنبعت على الإيميل بجاوبهم أول بأول. وباللاب كمان لما نعمل اللاب بدي تكونوا محاضرين كل أسئلتكم كمان ونرجع نتناقش والطلاب التانيين يستفيدوا إن شاء الله. دكتورة في سؤال؟ دكتورة بس بدي أسأل بكرة اللاب بس الفيرل والفنجل صح؟ حدا عنده سؤال؟ دكتورة؟ طيب يعطيكم العافية.